مدام ايه يا خينا؟ الحاجه زهره. مبروك يا حاجه. الله يبارك فيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ما تتفضلوا بينا، الاكل هيبرد. اه اتفضل يا حاج. يلا ناكل لقمه مع بعض. اتفضل. انت شرفتنا النهارده. امسك ايديك يا حبيبتي. ما بتاكلش يا ماجد، الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا 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 بالعكس، تسلم ايديك يا طارق. ايه يا حاج؟ انت سايبه يعني كده؟ مش تدور له على عروسه تكون بنت حلال؟ هو بس يقشر وانا من الصبح هجوزها له. اه حقيقة يا كابتن، انت عمرك ما فكرت في الجواز؟ زي ما مامتك قالت، لما الاقي بنت الحلال. سيبوكوا منه ده بكاش، اصل الجماعة الطيارين دول ما ينفع لهمش جواز، دول كل يوم في بلد. طب تصدقي بإيه؟ أنا كنت أعرف واحد طيار زي ماجد كده، كان متجوز أربعة، كل واحدة في بلد، إيش في إنجلترا، وإيش في إيطاليا، وإيش في فرنسا. ده غير بقى استغفر الله العظيم يعني الحاجات الطياري كده الصحوبيه يعني. طب النوع ده بقى يا كابتن؟ ايه يا جماعه انتوا ايه حكايتكم؟ انتوا لخمتوه ما بقاش عارف ياكل. حماتي باين عليها بتحبك قوي يا ماجد. وانا بحبها جدا، دي زي والدتي بالظبط. خلاص بقى يا حماتي، انت اللي مسؤوله من دلوقتي تجيبي له عروسه ان شاء الله. الحمد لله، سفرة دايما. يا جدع راح فين؟ معلش يا حاج، لازم امشي. يا جدع اقعد اقعد، لسه الحلو جاي. انا اقعد بقى. طب ايه رايك بقى انك ما انتش منقول من هنا الا لما نتفق لك على عروسه؟ سلامتك يا حبيبتي. سلامتك. اشربي اشربي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا هبقى احكي لك بعدين. طيب اوكي، انت فين دلوقتي؟ ماشي. كابتن ماجد انا مش مصدقه عينيا. طب نص ساعه بالكتير وهكون عندك. مع السلامه. انت مش فاكرني؟ انا نوال، نوال صاحبة زهرة. لا مؤاخذة أنا ما كنتش مركز. زهرة قالت لي إن أنت كنت مسافر. آه تقريبا. يبقى أكيد بقى جاي في أجازة. لا هي مهمة سريعة كده وراجعة على طول. يبقى لازم هنشوفك تاني. ما افتكرش. هو أنا معطلك عن حاجة؟ هو حضرتك في حاجة يعني؟ آه أصلي أنا كنت عايزة أسألك على تذكرة الطيران بكام؟ أصل أنا نفسي أسافر. تسأليني أنا عن تذكرة الطيران؟ في مكاتب طيران ممكن تسألي فيها. طب مش تسألني عايزة تسافري فين؟ عن إذنك أنا متأخر. أقطع دراعي إن ما كانش أخوكي لسه بيحبها. لا أخي حكى معي اليوم وكان ما بده يروح، بس خاف الحج إنه يزعل منه. أكيد كان خايف يشوفها وتشوفه، أحسن الحج يلاحظ حاجة. ما بظن بانه ماجد لساته بيحبها، حتى قدامي ما حكى هيك شيء. تلاقيه كان خايف يقول كلمه كده ولا كده قدامك تروحي تقوليها للحاج بالغلط. ما انت هبله. هو انا هبله هبله، بس بتعرفي يا فهيمه، بتظني بانه زهره لساتها بتحبه لماجد؟ زهرة يا بنتي، ايه اللي عملتيه النهارده ده؟ كان غصب عني يا ماما. احنا مش قلنا السنه دي خلاص
ما نتكلمش وننساها خالص. انت ما سمعتيش فرج قاعد يقول ايه؟ قاعد يقول كلام كده من تحت لتحت، حاسس ما يكون بيخبطنا لو ماجد في جنبنا. هو قال ايه يا بنتي؟ هو بيتكلم بيقول انه عايز يجوزه. لا، قاعد يقول الطيارين والبنات اللي بيصاحبوهم واللي بيمشوا معاهم بره وحاجات زي كده. تقدري تقولي لي بقى انت مالك ومال الكلام ده يهمك في ايه؟ انت متجوزه راجل وعلى ذمته ايدلك صوابعه العشرة شمع وبطنك شايله منه، انت مالك عايزه تخربي على نفسك؟ انا مش فاهمه هو ليه عزمه النهارده يعني على الغدا؟ يجرى ايه؟ مش اخو مراته؟ كنتش فاكره انا لسه ما نسيتوش. يا بنتي لازم تنسيه، لازم. ده انا النهارده كنت قاعده ومرعوبه الحاج يكون لاحظ عليك حاجه. احنا مش عايزين مشاكل. تفتكري ياما فرج كان يعرف اللي بيني وبين ماجد؟ شوفي بقى ما اقولك، الموضوع ده ما تجيبيش سيرته على لسانك تاني. انت بتقول ايه يا منتصر؟ قبض على الحاج فرج؟ بتهمة ايه؟ حارس الدنيا المخدرات؟ طب انتوا فين دلوقتي؟ ماشي يا منتصر، ماشي. حارس الدنيا ايه؟ مش قادر اصدق ابدا، مش ممكن. معقوله الحاج يتاجر في المخدرات؟ انا مش عارفه اعمل ايه ياما، مش عارفه اتلم على اعصابي من ساعه ما منتصر ما قال لي. طب قولي لي بقى هو فين دلوقتي؟ معرفش، كل اللي اعرفه ان هم قبضوا عليه وخلاص. يا ستي معقوله الراجل اللي عارف ربنا وبيصلي الفرض بفرضه يتاجر في المخدرات؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ اعمل ايه؟ اكلم مين ولا اروح فين ولا اجي منين دلوقتي؟ اسمعي بقى، ده اكيد حد ابن مؤذيه هو اللي عمل فيه الفصل ده. انا مش هستنى، انا هنزل اروح لهم ادور عليه، شوف اي محامي كلمه لهم ولا اي مصيبه اعملها. رايحه فين بس يا بنتي؟ اروح اشوف المصيبه اللي حلت على دماغي. كلام ده حقيقي يا خليل؟ حقيقي يا زهره، اتخرب بيتي وبيتك في يوم واحد. والحاج فين دلوقتي؟ اكيد في المديريه. طب يلا بينا يا خليل. على فين؟ على فين؟ على المديريه. المديريه ما 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 نستنى شويه يعني، نستنى شويه. استنى ليه يا خليل؟ انت عارفه يا حبيبتي المديريه يعني اقل رتبه هناك عميد وممكن ياخدوا العاطف بالباطل. طب هنسيب الراجل لوحده كده؟ وحده مين؟ اللي زي ده ما يقفش لوحده، اكيد في جيش قدامه وجيش وراه هيشيلوا الموضوع يعني. ودول هيعملوا ايه دول؟ ايوه يا بنتي اعملي معروف، اسمعي كلام خليل، ياخدوا العاطل بالباطل. ايوه صح يا ماما صح. ايوه يا فوزي تعالى لي والنبي على المديريه يا فوزي.